الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنة الترمذي أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من الكفارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ أصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات، قال حدثنا عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ثقة صدوق، وقال النسائي ثقة، وابن المديني أيضا قال شيخ ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، والفسوي قال ثقة، وابن سعد قال ثقة كثير الحديث، وابن نمير قال ثقة، ابن سوار الكندي النجار الكوفي النخعي قال ابن معين ضعيف، قال أبو زرع الرازي لين، أبو حاتم الرازي قال ضعيف الحديث، وأبو زرع الرازي قال لين. الحق أنه عائلة الحديث، أن سعيد قال ضعيف، والدرقني أيضا قال أشعث عن الحسن، هم ثلاثة يحدثون جميعا عن الحسن الحمراني، وهو ابن عبد الملك وأبو هاني ثقة، وابن عبد الله بن جابر الحداني يعتبر به، وابن سوار يعتبر به وهو أضعفهم. محمد عن محمد هو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه وهم يهم كثيرا. شعبة قال: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى، شديد. بن سعيد القطان أيضا كان يضعف ابن أبي ليلى، يقول ضعيف تصريحا. وإن كان أبو حاتم قال محله الصدق على التعديل في الصلاح، لكنه قال كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه. عن نافع، نافع مولى ابن عمر، هو أثبت الناس ابن عمر، أو من أثبت الناس ابن عمر، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي من صحابي، كان أثريا رضي الله عنه أرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق قال: إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد. قال: وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو وكليما ضعيف والإسناد ضعيف. لكن هنا هو يقول: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه، بالمبني المجهول، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، هذا الحديث جاء مرفوع وجاء موقوف. رواه البيهقي قال: فليطعم عنه مد من الحنطة. وقال في قول الترمذي: لا نعرف معروفا مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف في من قوله. رواه ابن ماجه من هذا الوجه، وقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا وهم، لأن هو الرواية دائرة على محمد ابن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الدرقني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك. وقال الزيلعي في نصب الرواية: وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث، وأيضا بابن أبي ليلى. قال الدارقطني في العلل: المحفوظ أنه موقوف عن ابن عمر ليس مرفوعا. رواه عبد الوهاب بن مخت عن نافع عن ابن عمر من قوله. وقال البيهقي في معرفة السنة والأثار: لا يصح هذا الحديث. قال: لا يصح هذا الحديث، فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم، رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله. من مات عليه صيام رمضان فليطعم عنه، أو ليطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قال: من مات وعليه صيام رمضان. وكما قلنا، هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، الأصح أنه موقوف، المرفوع ضعيف. واختلف أهل العلم في هذه المسألة،
فعلى أقوال كما بيناها أمس بأن بعض العلماء يرى بأنه يصام عنه إن كان نذرا، وهذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد، وإسحاق أيضا قال به أو قريب منه، لكن الإمام أحمد قال أنه يصام عنه إن كان نذرا، لأنه حمل مطلق كلام عائشة رضي الله عنها أرضاه، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، قال يحمل على حديث ابن عباس أن الرجل أو المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أختي أو إن أمي، أو قال الرجل قال إن أمي نذرت أن تصوم، فجعلها مخصوصة بالنذر. والرد على ذلك أن هذا فرض من أفراد العموم، وذكر أفراد، والقاعدة الأصولية عند العلماء ذكر أفراد، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. ولذلك قالوا إذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وهذا في القديم للشافعي أيضا بأنه إن كان عليه صيام أطعم عنه، لحديث عائشة أيضا في الباب. وقد ورد في الباب وعليها صوم شهرين متابعين يقتضي أنه لم يكن عليها صوم شهر رمضان بل هو نذر، فكان عليها صوم النذر الذي قيده الإمام أحمد في هذا الباب. هو جاء مصرحا به قال إن أمي نذرت، إن أختي نذرت. جاءت رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن نجاها الله جل في علاه أن تصوم شهرا، فأنجاها فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فإن الله أحق بالقضاء. أما حديث عائشة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من مات عليه صيام، وهذا عام، سواء صيام قضاء أو كفارة أو نذر. وأما حديث النذر فحديث النذر أيضا الذي جاء من رواية أخرى في المرأة التي قالت نذرت أمي نذرت، قال لا فدين الله أحق بالقضاء، دين الله عام، أجابها بالعموم، يعني في سياق الحديث أيضا جاء على التعميم، لأن دين الله بالنذر وأيضا يكون بالواجب وهو صيام رمضان. ولذلك الشافعي يقول ومالك طبعا يقول وسفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة، أنهم قالوا بأنه يقضي عنه، يطعم عنه ولا يصوم، يطعم عنه ولا يصوم. لما؟ لأنهم قالوا الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها. وقد روى مالك الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذه فيها أن ابن عمر كان يتبنى عدم الصيام، وكانت عائشة كذلك ويطعم عنه. لكن نحن نقول هذا التأصيل العام والقاعدة الكلية أن كل عبادة بدنية لا نيابة فيها إلا إذا دل الدليل على التخصيص، ونحن ندور مع الدليل حيث دار. وقد دل الدليل على التخصيص بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وقد ورد أيضا في النسائي عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وعن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت عليها صيام قالت يطعم عنها، وقالت عائشة لا تصوم عن موتاكم وأطعموا عنهم، وهذا أخرجه الإمام البيهقي. وهذا مستمسك لابن عباس ومستمسك لعائشة، فقد أفتوا بخلاف ما روى ابن عباس، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، وأيضا عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. هنا يأتي في خلاف الجمهور، لذلك الجديد عند الشافعي المعتمد هو أنه يصام لا يطعم، لحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وهو أصح والأسد وهو الصحيح. الأحناف قالوا لا نعمل به. لما؟ قالوا الراوي خالف ما روى، مش الراوي أعلم بما روى، طب الراوي خالف ما روى، فإن خالف فالعمل على رؤيته لا رواياته. لما؟ قالوا الاجتهاد، وقد يعلم أنه يكون منسوخا أو له تأويل آخر أو توجيه آخر، فنثبت على رؤيته لا روايته. ولعدالة الصحابة بأنهم لا يمكن أن يخالفوا الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخالفون إلا لعلة وحكمة. كلام وجيه جدا من أول وهلة، ولكننا نقول يطرح أرضا، لأننا نقول قد يعتري الراوي ما يعتريه من النسيان، نسي الرواية، يعتري ما يعتري من الاجتهاد، واجتهاده لا يقف أمام
النص الصريح من مات عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. وقد ورد عن ابن عمر أن امرأة سألته عن أن أمها يعني ماتت على نفسها وكان عليها صلاة تصلي عنها، قال صلي عنها. ورد عن ابن عباس أيضا كما نقل ابن عبد البر وغير ابن عبد البر أنه لما سئل عن امرأة تصلي عن امرأة عن أمها قال صلي عنها. وقال ابن عبد البر النقل عن ابن عباس في هذا الباب مضطرب. والحق أن نقول جمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي. والحق أن من مات لا يصلى عنه أيضا إلا إن كانت الصلاة ضمنا كصلاة ركعتين بعد الطواف. وأما أثر عائشة فليس فيه ما يمنع الصيام، أما أثرها الثاني فضعيف جدا. والحق أن الحجة في الرواية وليست في رؤية الراوي، فإن خالف الراوي ما روى أخذنا بما روى وتركنا ما رأى. فالصحيح في هذه المسألة على ما قال سلف الأمة الصيام عمن مات وله وعليه صيام، وهذا ما قاله أبو ثور وقاله كثير من محدثي فقهاء الشافعية. ولذلك البيهقي في الخلفيات قال هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها. ثم ساق سند إلى الشافعي قال كل ما قلت وصح عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. ليتهم يفهمون ذلك ويعقلون من رفعوا لافتات التقليد ويقولون هيبة المذهب والمذهب والمذهب. طب الحديث يا أولاد الحلال، الحديث جاء صريحا أمامكم، أتطرحون الحديث من أجل المذهب وهيبة المذهب؟ يقول أنا أقلد الإمام ما أعرف شيئا، يعني جعل نفسه غبيا جاهلا ينجر بالسلسلة لا يعرف شيئا، والحديث عنده ليس فيه ثمة شيء ولا إمعان النظر صح عن النبي. يا رجل اتق الله ربك، أتعظم أشخاصا فوق تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلط المقصود الشافعي نفسه قال ألقوا بقولي في عرض الحائط وخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البيهقي طرح بقول الشافعي وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، وقد صح. والروايات التي جاءت عن ابن عباس عن عمر فيها اضطراب. فالراجح الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو أن من مات عليه صيام صام عنه وليه أو أمر الولي أجنبيا أن يصوم، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. الفوائد المستنبطة: عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، ولذلك ما جاء عن الصحابة كان موقوفا ليس مرفوعا. عظيم رحمة الله بالمكلفين، حتى بعد الموت ما قطع عنهم أعمال الخير حتى يغفر لهم في قبورهم، فلك الحمد ربنا. النظرة المقاصدية للشرع، طب وين النظرة المقاصدية للشرع هنا في هذا الحديث؟ طيب النظرة المقاصدية لهذا الشرع هو إطعام المساكين، تعدي الخير للغير. لو في أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خيرا، الحمد لله الدرس اليوم يكون على هذه الوتيرة. طبعا إن كان في حلقة هيكون غدا إن شاء الله، يكون الساعة الدرس يكون الساعة الخامسة بإذن الله. تقول إن الله ستير يحب الستر، هل ثبت في السنة أن المرأة إذا وضعت عنها جلبابها وهي في بيتها غادرتها ملائكة ربها؟ لا، هذا كلام خطأ بين، هذا كلام من كلام العوام وهذا ليس بصحيح، خطأ بين. بل لها أن تكون على هذه الحالة تقرأ القرآن لها، وإن كان طبعا الحالة الأخرى هي الأفضل والأكمل والأعظم أجرا، لكن لها ذلك. هل يجوز؟ تفضل، في سؤال ثاني. تقول هل يجوز بعد صلاة التراويح يقول خليه سامحك، يقول هل يجوز بعد صلاة التراويح تجميع الناس مرة لصلاة التهجد؟ والله هذا ليس من السنة بحال من الأحوال، لا أعرفه عن السلف بحال من الأحوال، ولا أعرف السلف فعلوا ذلك. مع عمر بن الخطاب عندما جمعهم على أبي في أول الليل، ولن نرى أحدا فعل ما يفعلون الآن بحال من الأحوال، مع أني لا أمنع أن يصلي أكثر من 11 ركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا، فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة
لكن ايش هذا تجميع الناس مره ثانيه وتجميع وصلاه التهجد يكون الساعه الثالثه كل ذلك ليس من السنه بحال من الاحوال. واي امر يكون فيه الحيد عن السنه لا بركه فيه. اما قال ابن تيميه اجمالا في تعريف البدعه قال كل ما خالف السنه فهو بدعه. وانني لا ابدع من يصلي اكثر من 11 ركعه، انت لا يفهم مني ذلك. لكن هذا الذي يفعل والدعاء والتجميع الناس في وقت معين وقال هذه صلاه الروح ثم صلاه التهجد كل ذلك ليس من السنه بحال. انكار المنكر علنا له ضوابط. اولا كان باليد يكون ولي الامر فقط، وان كان باللسان ينظر فيها في المصلحه والمفسده، وايضا ان تكون النصيحه على الملأ تكون مبهمه، ما بال اقوام الا اذا اخطا على الملأ فيرد عليه على الملأ. نعم. لا ما ضاع صيامه بس، لكن الاولى له ان يحتاط. لا ما ضاع صيامه، ان كان الراجح انه حقا الفجر الصادق فيه مشكوك فيه يعني، مشكوك ان هذا الفجر هو الفجر الصادق، لكن لما يعرض نفسه لمثل ذلك الاولى ان يحتاط. السنه في التراويح 11 ركعه فقط، هذه السنه في كل الليل والتهجد، وكل الليل لا يصلي اكثر من 11 ركعه. السنه في دعاء القنوت في الشطر الثاني من رمضان. السنه في دعاء القنوت كما ورد عن عمر بن الخطاب في الشطر الثاني من رمضان. حفظكم ربي. فهل الأسئلة انتهت؟ وإياكم. طيب إذا كانت الأسئلة انتهت، أسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم الخير هذا، واعلموا أن الشمس قاربت على الغروب، فدعاء مستجاب في هذه الأوقات. قال الله جل في علاه بعدما ذكر الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. دعوة مستجابة في كل ليلة في كل يوم، وأيضا في الليالي عندما تكون ساجدا. أسأل الله أن يوفق الله جل في علاه الجميع لكل خير وبر، ويجعلنا جميعا ممن استجاب الله دعواهم. وايضا هذه ليله مقبله، ليله الجمعه، فاكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم كذلك. احسن الله اليكم وبر بكم واحسن المثوبه والجزاء لكم. امين يا رب العالمين. امين. احسن الله لكم. طيبكم الله جميعا. بوركتم وجزاكم الله كل خير. الحمد لله. أتم الله علينا وعليكم النعمة ويسر لنا ولكم الأمر، وقد انتهينا اليوم من الدروس اليوم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.